اوكي، فرجيتكم اول شيء كيف نشحل بالربيع، تشحيل العريشه بالربيع. هلا شو بد هول بويات حاطتهم مؤقتا هون بدي ازرع فيهم. هلا حامله وحده اثنين هيون حاملين وحامله هون كمان. هلا المفروض يكون عند عليها ورق، بس اجت امي ابعت الورق لتعمل ورق عريش بلا ما تسالني، وانا فمضطر كان في لازم يكون في ورقه هون ورقه هون. دايما من بعد ما العريشه تعطينا الفويكه تعولتها، نجي من بعد ورقتين، يعني عندنا ورقه ورقه هون ورقه هون، نجي بنقص من بعد الورقه. هيدي هول الورقتين بدهم يشدوا الغذاء، بدهم يشدوا الغذاء من الاميه من الارض لتغذي الوراق. بس نجي بنعمل ستوب هون، الغذاء ما بتروح على الفاضي، يعني بتطلع لك لوين ما عرفش لهون لفوق، ما بتروح على الفاضي على الوراق اللي ما له نزوم، لا الغذاء حيعمل ستوب هون، حيغذي ساعتها الفواكه وحتخليها تكبر. هلا المفروض لازم يكون عندي ورقتين، بس لانه امي شلتهم حنا حاضطر قصها هون واترك هيدي، بس قصها هون ليكون عندي هالورقه لتشد الغذاء صوبة. اذا جينا قصينا حد الفواكه، الغذاء ما حتوصل بشكل طبيعي، لازم دايما بعد ورقتين. هلا حفرجيكم كيف.